الطرف الأيمن، انطلاقة من مدلة لعليان، مع الكرة مدلة على اليمين إلى العبود إلى شطة اللي يبدأ في مناطق الدفاع عند مدلة لعليان، يعيدها إلى ميلينادي الشباب. نشوف العرضية والمحاولة، وأدي كرة على القائم الثاني، شوف الكرة من مدلة والتدخل بعد كده من إيه يا حمد الله، ضيعت إيه يا حمد الله. برونو ينقل عند مدلة لعليان، في اليمين عند عبد الرحمن لعبود، مع الكرة عبد الرحمن لعبود على الأرض. عايز أقول لكم اللي بيتفرجوا على ضربة الجزاء أصلاً أعصابهم مش مستحيل. رمي التماس من ناحية اليمين اتلعبت محترفين، كان قد حقق 18 انتصار وست تعادلات فقط. رزاق حمد الله، ولكن المباراة السريع من العبود، العبود يمرر، وهنا التقدم، مد الله لف العرضية، يحافظ على الكرة، يحطها في وسط الملعب إلى مد الله. الشباب خطير، الشباب خطير، وايفر مانيجا الى طارق حامد اللي يلعب في اليمين عند مدالله، هنا فضاها للعبود، هنا كره. ان الاتحاد سيظل متراجعا هكذا في شوط اللقاء الثاني. مر السعودي الجوله 24، وهنا المره دي فادي اللي يرجع من جديد، نقل واحده في الجانب الايمن الى مدالله لعليان اماميه، لكن شطه قطع لرومارينيو، لعب في اليمين لمدالله، لعب واحده عاليه عند حمد الله، ضغط عليه لكن وصل. الشباب دلوقتي منظم واكثر خطوره، رمي التماس، اتلعبت الكوره المره دي، جوانكا بيحاول لكن خبطت الكوره في مد الله جديد جوه منطقه الجزاء، هنا بقى بيأمن يا ولد يا مد الله، حافظ عليها مد الله لعليان اليمين، لعب الكوره ولكنها خبطت ورجعت مره ثانيه من جديد. افتقد الاتحاد طبعا لمهند شو، ينتظر هدف من اجل ان يتقدم للاتحاد ام ماذا؟ الحربي من قدامه، ترجع مرة ثانية لمد الله، هنا العرض ريكي، لعب واحدة في الجانب الأيمن إلى مد الله، مد الله لعب البينية حلوة، هتان بهابري بيحاول، هتان عايز يعدي هتان، ولكن اتقطعت إلى كرة أمامية من مارينيو، ولكن هنا الإبعاد من أياجو، مد الله لعليان وهتان بهابري أولى بانطلاقة، تركي العمار لعب عند متعب، لعب عند متعب، مد الله لعليان، كم هيقول إيه؟ اتلعبت من إيفر بانيجا، اتلعبت الكرة، يلعب البينية بانيجا، ولكن شطة هو اللي طلعها، شطة لمد الله، إن القحطاني يلعب واحدة عالية وطويلة، مد الله